مشاهدي شبكه ان سي ان وقناه نايل لايف، صباح الخير على حضراتكم. المرحله الثانيه من الانتخابات بتبدا او بدات منذ بالظبط ساعه، فتحت اللجان، مفروض تكون فتحت اللجان يعني الساعه 8 الصبح. طبعا كالعاده في بلاغات عن تاخيرات، يعني احنا لازم العاده لازم نلتزم بيها دائما وابدا، ولكن ما ينفعش ولا وقتنا العاده طبعا. فبدات منذ ساعه في المحافظات التاليه: الجيزه، البحيره، المنوفيه، الشرقيه، اسماعيليه، السويس، بني سويف، سوهاج، واسوان. اسمحوا لي الاول اصبح على عايده ودينا. صباح الخير. صباح الخير. فعلا بتبدا النهارده المرحله الثانيه للانتخابات، ما بين ترقب، ما بين تفاؤل، ما بين مخاوف. ان شاء الله المرحله الثانيه تعدي ونكون استفدنا من المرحله الاولى التجاوزات اللي حصلت، وفي نفس الوقت احنا بنناشد كل المصريين الموجودين لو شفتوا اي تجاوزات يا ريت تبلغوا عنها سريعا عشان بس يكون الواحد عمل عليه. انا النهارده المرحله الثانيه، فانا هبقول لكم ايه اللي حصل لي. متحمسه جدا لان حاسه ان انا لاول مره صوتي هيعمل فرق. وفي نفس الوقت امبارح وانا معديه من عند بتاع الجرايد بجيب جرايد بالليل، فبقول هتروح تنتخب؟ قال لي لا، ده انا ساكن في الجوليه، رايح مشوار طويل عليا قوي ان انا اروح لحد الزاويه الحمراء. قعدت بقول له لا، ودي مسؤوليه، وصوتك دلوقتي هيعمل هيبقى ليه فرق. اقتنع شويه وقال لي ماشي يا كبير ومش مصدق. اقتنع شويه. طيب. اقتنع شويه، بس يعني الفكره نفسها ان فعلا انا حاسه ان الواحد صوته هيفرق، وحاسه ان هي مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا، لان صوتي واللي انا يعني صوتي اللي انا هقول لي بيه النهارده يعني احتمال يعمل فرق، فحاسه مسؤوليه كبيره قوي. خليني اكد على كلامك يا دينا واقول لكل الناس، انا بقول كده من المرحله الاولى، كلنا مراقبين على الانتخابات، كلنا معانا كاميرات، اللي بجنيه واللي بقى 10,000 مليون جنيه كلهم فيهم كاميرا، واثنين وثلاثه واربعه، يعني يا ريت نقدر نصور اي حاجه تشوفها شفناها مش طبيعيه، حتى يا عم صور عشان الذكرى، بدل ما تصور صباعك بس صور اللي بيحصل حواليك. صحيح. ده دورنا، فكلنا مراقبين. تحيا الحريه ايا كانت نتيجتها، احنا اللي صوتنا مش بس هو اللي بيفرق، احنا بنعمل مستقبل مصر. المستقبل ده اللي لو ما عجبناش احنا برضو اللي هنغيره. ده صحيح. نو وريز، يعني احنا مش المفروض نبقى قلقانين، احنا اللي هنحط صوتنا واحنا اللي هنغيره لو عايزين نغيره. المجلس اللي جاي لو ما عجبناش برضو هنمشيه زي ما مشينا اللي اجدع منه. صباح الحريه، صباح الانتخابات، وصباح الديمقراطيه. صباح الفل. النهارده معانا مجموعه من الفقرات هنبتديها دايما مع الصحافه، هيكون معانا استاذ محمد طلعت الهواري من المصري اليوم في متابعه لاهم عناوين الصحف. وكمان معانا فقره عن الاقتصاد المصري وعن تقرير دايما بينشر في المصري يوم. انا نفسي عايز اعرف تفاصيل التقرير ده ونفهم معناه اكتر، هو مؤشر ثقه المستهلك المصري في الاداء الاقتصادي. ويمكن كنا بنتكلم انا وشريف وعايده قبل البرنامج على طول قبل ما ابتدي معاكم هوا عن الحمله اللي المفروض هتكون موجوده يوم 16 عشان دعم المنتج المصري. احنا محتاجين نعملها فقرات يعني عشان الديبيت اكيد، بس هي حمله ناس كتيره جدا متبنياها ودعم المنتج المصري. وختاما في اخر يوم النهارده هيكون عندنا تغطيه ومناقشه لاهم الاحداث اللي حصلت على مدار الاسبوع. هيكون معنا الكاتب الصحفي صلاح عيسى وكمان الناشط السياسي استاذ جورج اسحاق علشان نتناقش ونقيم اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت على الساحه المصريه والساحه العربيه كمان. انتوا عندكم حاجات في تونس؟ العربيه عشان تونس. مبروك لتونس. صحيح. صباح الفل يا تونس. صباح الفل يا تونس كلكم. وعقبالنا يا مصر. طيب هنروح على طول لفاصل ونبدا مع الصحافه. استاذ محمد طلعت الهواري استنونا.